المنتخب المصري للمواي تاي قدر ان هو يحصد 4 ميداليات متنوعه خلال منافسات بطوله العالم المواي تاي اللي اقيمت في اليونان، ده بعد مشاهد منافسات دوليه قويه جدا مع عدد من منتخبات العالم. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الموجود معانا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك والف مبروك طبعا لابطالنا هذا التالق. يعني بما ان حضرتك معانا توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين تفاصيل الميداليات اللي حصل عليها ابطالنا، تقسيم الميداليات ايه ما بين ذهبيه فضيه وبرونزيه؟ والله الحمد لله حصل ابناء وبنات مصر على ذهبيه وثلاث برونزيات في بطوله العالم الكبار اللي قيمت في الفتره من 31 مايو الى 10 يونيو في مدينه بطراس باليونان. يمكن الميداليات دي كان فيهم ميداليه ذهبيه غاليه على مصر، بنتنا شهد مصطفى في البارا مواي تاي. وحصل ابننا احمد فيصل على برونزيه وزن 51 كيلو، وحصل ابننا احمد ناصف على برونزيه وزن 91 كيلو. وحصلت بنتنا بنت مصر بي خالد على برونزيه وزن 75 كيلو. في اثناء فعاليات البطوله طبعا كانت ذهبيه اللي اخذتها لنا شهد في البارا مواي تاي كانت ذهبيه غاليه، انه لاول مره كان على مستوى العالم من البارا مواي تاي تتلعب في لاول مره، واحنا كاول من اول الدول اللي كانت مشاركه جت ذهبيه غاليه علينا يعني. الحمد لله رب العالمين. طب خلينا نسال يعني ابرز الدول اللي شاركت في المنافسات دي كانت عامله ازاي؟ يعني اصعب المنافسات اللي تقدر تتكلم عنها كانت مع مين تحديدا؟ والله كان في مشاركات قويه جدا مع اليونان، وكانت مشاركات مع فرنسا، وكان في مع المغرب، يعني واولادنا قدروا يثبتوا نفسهم يعني ويتغلبوا في المنافسات دي. أستاذ محمد حضرتك يعني ذكرت واحنا بنتكلم على أبطالنا وعلى الميداليات في أبطال وفي بطلات، فخلينا نعرف كمان حضرتك نعرف السادة المشاهدين عليهم، أعمار المشاركين في منافسات البطولة تقريبا بتتراوح من سن كام لكام؟ فكرة التمرين والتأهيل كمان للأبطال والبطلات، هل في اختلاف؟ هل في تمرينات أو طريقة تأهيل مختلفة؟ لانه طبعا المواي تاي هي تعتبر من العاب الفنون القتاليه. تمام. هي طبعا رياضه المواي تاي رياضه نزاليه، طبعا من الرياضات النزاليه المتواجده وثابته نفسها بقوه. طبعا رياضه المواي تاي هي الاتحاد المصري للمواي تاي الاتحاد حديث العهد اشهر بقرار السيد وزير الشباب والرياضه 159 لسنه 2020. عندنا الاتحاد شارك في اكثر من بطوله دوليه واكثر من بطوله قاريه، يعني احنا كنا عندنا في شهر 2 اللي فات بطوله افريقيا كانت محتضنها جمهوريه مصر العربيه للمره الثانيه على التوالي، ومنتخبنا فاز في 20 ميداليه مختلفه فيها. بطولة العالم اللي كانت موجودة حاليا فازت مي خالد اللي هي صاحبة البرونزية، هي بطلة عالم لثالث مرة. مي خالد بتقدر انها توصل للمربع الذهبي في بطولة العالم، يمكن أول مرة حصلت على ذهبية وبعد كده السنة اللي فاتت برونزية والسنة دي برونزية. مي عمرها قد إيه يا فندم؟ مي عمرها 21 سنة. مي عمرها 21 سنة، شهد كانت شاركت في دورة الألعاب القتالية اللي كانت موجودة في السعودية وقدرت إن هي تحصل على ميدالية برونزية. أحمد ناصف هو صاحب فضية بطولة العالم السنة اللي فاتت وهو السنة دي حصل على برونزية. أحمد ناصف عمره 20 سنة. في أحمد فيصل بيشارك لأول مرة وعمره كان 18 سنة. ودي كانت حصيلة الميداليات اللي حصل عليها أبناء مصر بناتنا في بطولة العالم المواي تاي.
ألف مبروك يا فندم، وبنتمنى يعني لكل أبطالنا في كل الرياضات سواء فردية أو جماعية إن هم يتألقوا كده على ساحات النزال الدولي سواء في الرياضات القتالية أو في باقي الألعاب. شكرا ليك الأستاذ محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على هذه المداخلة. شكرا جزيلا يا فندم.